اسكندريه. اتفضل يا استاذ محمد، يا رب الصوت يبقى واضح. ازي حضرتك يا دكتور حامد؟ اهلا وسهلا، اتفضل. لو سمحت يا دكتور حامد، دور التسمين عبول 300 كيلو، ايوه، برنامج للتحصين بس. عجول تسمين، برنامج للتحصين. حاضر، برنامج تحصين عجول 300 كيلو لغايه 500 كيلو مثلا. ايوه 4 شهور. حاضر، تمام. اشكرك يا ايوه اشكرك يا استاذ محمد. اقول لسعادتك اهو، برنامج التحصين يا اخوانا احنا نستقبل، قلنا الكلام ده كتير ونعيده تاني مره معاكم، بنستقبل الحيوانات اللي هتجينا من الاسواق او هتجينا من اي مكان تاني بره. اول حاجه في استقبالها بعد السفر، وده قلناه للناس كلها، اريح الحيوان، دي رقم واحد، كومبليت ريست اوف ذا انيمال. اول حاجه خالص ما تعملش حاجه في الحيوان. حيوان جاي من بره محمول على العربيات ومحمول ومتعرض لتيارات هواء ومتعرض لما اعرفش ايه ومتعرض لامور ضغط، اول ما يجي من فضلك رحب بيه. رحب بيه يعني ايه؟ يعني حطه عندك اول يوم، ما تعملش معاه اي حاجه خالص غير انك تحط له ميه نظيفه معاها ايه، رفعات المناعه. نرجع لبرنامج التحصين اللي هو بتاع تسمين. يبقى العجل جاي لك، ريح يعني استقبل العجل استقبال جيد، زي ما الناس بتروح انت اي مشوار بتروحه بيقول لك فضل، وبيديك كوبايه ميه وكوبايه عصير عشان تقدر تاخد نفسك. برضو العجل نفس الحكايه، انت بتدي له ميه وبتدي له عصير. الميه بتاع العجل الميه النظيفه الجاريه، والعصير اللي هو رفعات المناعه، فيتامين الف د 3 ه، فيتامين ه وسلينيوم، فيتامين ب المركب، كل ده يتحط مع بعضه في ايه، في 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 الميه، وتخلي الحيوان يشرب منها في على قد ما يقدر اول ما يوصل. دي رقم واحد. رقم اتنين، بدي الحيوان دريس فقط في اول يوم، دريس فقط في ال 24 ساعه الاوانيه. نرجع لموضوع التحصين للاخ بتاع محمد اسكندريه، اللي هو برنامج التحصين بتاع 300 كيلو، ان ده مهم نرجع قبل ما الحلقه تخلص. بعد ما ادينا لهم الرفعات المناعه بتاعتهم واستقبلنا لهم على الدريس في اول يوم، ابدا تاني يوم بقى ادخل التركيبه بتاعتي بالتدريج، ادخل تلتين التركيبه بتاعتي او مع دريس، او تلت التركيبه بتاعتي مع تلتين دريس، بعد كده تلتين التركيبه مع تلت دريس، لغايه ما اوصل للتركيبه بتاعتي في ثالث يوم. ده بالنسبه للاستقبال اللي هو العادي ده. طب التحصينات اللي انا هديها له بقى بعد ما يقعد اليومين دولت او الثلاث ايام دول، تاني يوم او ثالث يوم ابدا بتحصين الحمى كلها. دي اول حاجه بنديها له. هم عندنا اربع تحصينات مهمين جدا. اخد اخويا ابراهيم من الشرقيه وهرجع لاربع تحصينات دلوقتي. ايوه يا استاذ ابراهيم. السلام عليكم يا دكتور. خليك معايا ثانيه واحده يا استاذ ابراهيم، بس لما اجب على اربع يعني اقول لهم اربع تحصينات عشان اقفل الموضوع الاستاذ محمد من اسكندريه. يبقى ادي الاربع تحصينات الحمى الكلعيه، وبعد الحمى الكلعيه بدي حاجات ضد اللاهويات، وبعد كده اي مستحضر موجود في السوق هتلاقي في كتير جدا موجود في السوق، في الكوفاكسين، في البرفاك، في الكوبلاك، في كتير قوي موجود في السوق، اللي انت عايزه هاته بعد ايه اسبوع من تحصين الحمى الكلعيه. بعد كده بدي تحصين حاجات قلنا اللهويات، يبقى بعد كده الباستريلا او الحاجات اللي هي شغاله في الرئه، بدي البوفي باست موجود في السوق كتير جدا، اللي بحارب فيها الاي بي ار وبحارب. اخونا محمد ابراهيم من الشرقيه. ايوه استاذ محمد، استاذ ابراهيم اتفضل. استاذ ابراهيم، طيب معلش يا استاذ ابراهيم، ما لحقناش ناخد السؤال بتاع حضرتك لان خلاص الوقت تقريبا ازف، بس قبل ما استاذن المخرج بس اكمل السؤال بتاع اخونا محمد بتاع الاسكندريه بتاع التحصينات. هو في اربع تحصينات مهمه جدا، الحمى الكلعيه، حاجات ضد الباستريلا والمنهيميا هيموليتيكا، حاجات ضد الكوليستريديا اللي هي اللهويات، والحاجات المشاكل اللي بتعمل لي في الرئه، المشاكل اللي بتقابلني في الامعاء، وبدي معاه الجلد العقدي بعدها باسبوع او ب 10 ايام بين كل تحصينه وتحصينه اسبوع. ده التحصينه الاولانيه كلعيه، التحصينه الثانيه كوفاكسين، التحصينه الثالثه بوفي باست، التحصينه الرابعه جلد عقدي. لو ايام الصيف ومشاكل الصيف بدي حمى 3 ايام للحيوان معايا. دي التحصينات الرئيسيه او المهمه، زائد بدي حاجات للديدان الكبديه، مكافحه الديدان الكبديه، بدي حاجات للتفاعلات الداخليه والخارجيه، بدي رش دايما للايه المشاكل اللي عندي لو وتفاعلات الدم الاميزول. مشاهدينا الاعزاء، سعدت بلقائكم، والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.